مش عارف اذا رح تكون الحالة منيحة لما بتنزع هالحلقة على الهواء. صحيح انه كل اللي بحكيه هون مش اكتر من دقيقة، بس مين بيعرف بهالدقيقة شو ممكن يصير؟ بدقيقة فيك تشبق صاروخين ثلاثة، بدقيقة فيك تفقع تصريح من الرابية، فيك تقرر تروح تقاتل بفنزويلا وتنسى أرضك المحتلة، فيك تقطع الكهرباء وتغلي البنزين، يمكن فيك تقتل واحد سياسي أو تفخخ سيارة. أشياء رائعة من هالنوع فيك تعملها بدقيقة، وأشياء سئيلة مثل الحكي اللي أنا عم قوله. بس ما تنسى أنه بدقيقة وحدة كمان فيك تقول صباح الخير أو يسعد مساك، فيك تقول كلنا للوطن، وكمان فيك تقول كل عيد وأنتو بخير. هذا رأيي، فكر فيها.